السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من استاد المحور النهاردة عندنا قضية مهمة جدا هنناقشها وهي قضية فكرة التسنين تسنين اللاعبين تعرفين قضية ما حدث قبل طبعا مباريات 2008 وكابتن أحمد الكاس قبل ما يسافر المغرب واستبعاد بعض اللعيبة قالوا سبعة قالوا ثمانية قالوا عشرة بعد كده قالوا سبعة وطلع أربعة في النهاية كلام كتير يعني وبعد كده حصل يعني مش تراشق يعني مش عايز اقول تراشق يعني طلع كابتن بدر رجب يعني اتكلم على فكره ان في بعض التسنين في نادي امبي طلع بعديها كابتن اسامه حسني نفس القصه فكان لابد ان احنا نجيب رئيس قطاع الناشئين طبعا كابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين في امبي وايضا المدير الفني لقطاع الناشئين احمد سمير بيبو وعلى فكره احمد سمير بيبو مدير الفني لقطاع الناشئين في امبي كان لاعب سابق في النادي الاهلي لسنوات طويله جدا يمكن كابتن بيبو هو اللي نزله قعد ينطق بالكوره في ماتش اعتزاله ويمكن هو جيل كان كابتن فريق 1978 جيل كابتن سيد عبد الحفيظ يعني النهارده هيكونوا ضيوفي النهارده هنتكلم في هذه القضيه مع مستندات وورق وكلام مهم جدا باذن واحد احد أصدل الستار على مباريات الفرق المصريه في دوري الابطال امبارح والكونفدراليه النهارده والحمد لله المنطق هو اللي كان حاسم طبيعي ومنطقي ان الاهلي يكسب على ارضه استاد عبد الجان وطبيعي ومنطقي ان بيراميد يكسب على ارضه نادي ساجرادا الانجولي وطبيعي ايضا ان المصري يكسب انيمبا النيجيري وكان طبيعي جدا ان الزمالك يكسب النهارده بلاك بلاك بولز طبعا موزمبيقي طبعا الاهلي كسب 4 2 بيراميد كسب 5 1 المصري كسب 2 0 الزمالك كسب 2 0 كلها نتائج منطقية وعادية ما فيهاش يعني ميزة طبيعي يعني لكن الأهم هي المباريات الجولة القادمة لأن دايما صاحب التصنيف الأول في مجموعته بيلعب مع صاحب التصنيف الأخير يعني بكذا فريق يعني وصاحب التصنيف الثاني بيلعب مع صاحب التصنيف الثالث بعد ما شفت الماتشات كلها أقدر أقول إن كل الفرق اللي تقابلت مع الفرق المصرية فرق أقل من عادية. يمكن أقلهم من وجهة نظري فريق أنيمبا. يأتي من بعده قد يكون فريق ساجرادا. يعني يمكن كان نقطة تحول في الشوط الثاني إن بيراميدز يجيب أربعة اجوان النهارده يعني برضه فريق استاد ابيجان فريق عادي. لكن إن هو يجيب جونين في الأهلي ده اللي بيخليه برضو يعني فريق برضو ليه انياب هجوميه يعني وايضا فريق بلاك بولز تحس ان معاه مدرب برتغالي بيبتدوا الهجمه من ورا عندهم ثقه في نفسهم يعني عملوا شوط اول جيد الى ان جاء هدف المباراه الاول في الدقيقه الاخيره من الشوط الاول عن طريق ايشو والشوط الثاني في بداياته احرز طبعا دونجا هدف عالمي وهدف جميل جدا برجله اللي ما بيلعبش بيها وهي رجله الشمال ويحطها في المقص على شمال حارس مرمى الفريق الموزمبيقي. الماتشات اللي جايه ماتشات صعبه. الماتش اللي جاي الزمالك هيسافر يلعب مع انيمبا وانا من وجهه نظري فريق زي ده لازم الزمالك يكسبه في نيجيريا. وايضا المصري راح يلاعب بلاك بولز وقد تكون مباراه اصعب شويه بلاك بولز عنده لعيبه مهاريه يعني وعنده التكتيك في الملعب. قد تكون لو رجع بنتيجه التعادل يبقى جيده نروح للنادي الاهلي اللي هيلعب اورلاندو بايرتس وعايز اقول لكم ان اورلاندو بايرتس افضل من سان داونز يعني سان داونز النهارده عمل تعادل على ارضه مع فريق اعتقد من غانا ولا ولا الكونغو تقريبا عمل تعادل فصفر صفر يعني ما بقاش له ما بقاش له انياب يعني وبالتالي لكن اورلاندو فريق جيد جدا انه كسب شباب لوزداد على ارضه ووسط جماهيره النهارده يحسب برضه للزمالك يا جماعه انه كسب وهو محروم من جماهيره ومحروم من لعيبه كتير، محروم من ناصر ماهر، محروم من ناصر منسي، محروم طبعا من شيكابالا، محروم من اكتر من لاعب محمد حمدي، محروم من لعيبه كتيره ما كانتش متواجده النهارده بسبب الاصابات او الايقافات، بجانب ايضا كان محروم من جمهوره في الملعب، الدنيا كانت فاضيه خالص، استاد القاهره فاضي خالص، يمكن ده كمان ادى أريحية لفريق بلاك بولز الموزمبيق أنه يلعب يعني بدون ضغوط وانه يعني يبتدي يتبادل الهجمات وما يكونش خايف من الملعب وما فيش شيء بيخوفه من جمهور موجود داخل الملعب على العموم فاتت مباراه فاضل مباراه تانية هتكون تقريبا ما بين الزمالك والمصري هتكون بدون جماهير طيب عايز اروح لاخبارنا سريعا كده الزمالك الزمالك بيستهل يعني الحمله بالفوز على موزامبيق زي ما قلت لكم المصري نفس القصه نروح بقى للاهلي بيسابق الزمن يا جماعه الاهلي بيسابق الزمن عشان وسام ابو علي يلحق ماتش يوم 14 ديسمبر طبعا في قبلها يوم عشرة في ماتش بين بطل أمريكا الجنوبية البطل البرازيل وبطل أمريكا الجنوبية هيتقابل مع بطل أمريكا الشمالية الفريق المكسيكي باتشوكا تقريبا الفريق المكسيكي هيلعبوا مع بعض الكسبان منهم يوم عشرة هيقابل النادي الأهلي يوم 14 اللي كسبان من الفرقتين هيقابل ريال مدريد في المباراة النهائية بإذن الله اللي بيلعب مع ليفربول دلوقتي طبعا وما زالت النتيجه صفر صفر في ملعب الانفيلد ملعب ليفربول طيب نروح نقول ان وسام قيمه كبيره جدا وانا قلت لكم امبارح مبروك لكهربا انه استعاد جزء من مستواه انه جاب هدفين وصنع هدف انه يعتبر مان اوف ذا ماتش مبروك لقفشه اللي قدم مباراه جيده جدا رغم انه هو على دكه البدلاء بقاله فتره كبيره جدا يعني مبروك للعيبه دي بالذات ومبروك لي طبعا النادي الاهلي وجمهوره لكن وسام ابو علي يبقى قيمه كبيره جدا خصوصا في المباريات الثقيله اللي هي هي مباريات الانتر كونتيننتال وبالتالي وسام عنده مشكله يمكن انا عايز اعتذر يا جماعه يمكن احنا قلنا ان هو مش مصاب او في كلام ان هو كان متخانق مع زميله اسمه عطا ما علمته يعني وحصل تواصل ما بيني وما بين طبعا المتحدث الرسمي ل باسم الجهاز فلسطين سابقا يعني قال لي كابتن خالد صدقني وسام متعور وقال لي كمان ان عطا ساب المعسكر قبل في الاردن يعني في عمان قبل مباراه كوريا بسبب ان ابنه الصغير بيعمل عمليه في القلب فانا بعتذر اعتذار واجب ان احنا لو كنا قلنا خبر يعني مغلوط او كده مع ان المصدر لغايه دلوقتي بياكد لي ان الخبر سليم وان هو مش هيكون موجود في معسكر فلسطين القادم لو عرفنا معلومه تانية انا يعني لكن في النهايه على ارض الواقع الراجل يعني مصاب وما لعبش الماتش اللي فات وما لعبش الماتش الاتحاد وما لعبش ماتش امبارح ومش هيلحق الماتش اللي جاي فقولا واحدا اكيد وسام ابو علي مصاب طيب نروح لخبر اخر وهي انتشار فكره ان حمزه المسلوسي عقده بينتهي وسيف الجزيري عقده بينتهي فبيراميدز بيراميدز بيراميدز بيعمل ايه؟ بيراميدز بيفاوض سيف الجزيري وحمزه المسلوسي. ده كلام منتشر وانا من وجهه نظري اعتقد هو منتشر على عن طريق وكلاء لاعبين او منتشر عن طريق احنا قلنا هنا ان الزمالك قد يفاوض الشيبي وان الشيبي ملوش رغبه في التجديد مع بيراميدز لانه عايز يروح نادي جماهيري. ف النادي الاهلي يرمي كلام ان احنا ما عندناش مشكله ان الشيبي يرجع بعد ما تصالح مع حسين الشحات ما فيش مشكله انه يجي النادي الاهلي كلام بيكتر يعني فبيراميدز عايز بقى كانه بينتقم يعني فيقول لك انا لا انا هجيب حمزه المسلوسي واجيب سيف الجزيري على فكره من حق بيراميدز انه يتفاوض يتفاوض مع حمزه المسلوسي ومع سيف الجزيري بس بيراميدز عنده لعيبه جامده جدا وعنده مازال في اللعيبة عقدها لسه مجدد لبلاتي توري اعتقد وعنده وليد الكارتي عقده هينتهي اعتقد السنة دي او السنة الجاية عنده لعيبة جيدة عنده مايلي فانت يعني هيجيب سيف الجزيري هو عنده مايلي ومازال مايلي اعتقد سنتين قدام كمان فمش طبيعي يعني ان هيجيب فهي بتبقى شغل وكلاء لاعبين يعني ففي المقابل كمان في كلام طلع ان حمز علاء خلاص اتفق مع نادي بيراميدز مقابل 100 مليون جنيه 25 مليون جنيه في الموسم طبعا ارقام خزعبليه النهارده حمزه علاء كان بيتمرن في النادي الاهلي وحمزه علاء اكيد يعني كاي بني ادم وكاي حارس مرمى تالق في الاولمبياد هيجي له عروض ولكن في نفس الوقت برضه هو شايف انه مالوش فرصه في النادي الاهلي يعني هو عايز يطلع يلعب فهو كمان لو راح بيراميدز اعتقد فرصته ممكن تكون افضل شويه من تواجده في النادي الاهلي في ظل وجود مصطفى شوبير والشناوي لكن برضه هناك في احمد الشناوي هيلاقي منافسه صعبه وقويه جدا مع احمد الشناوي وهنشوف اليناير جاي ومن حق اللاعب يمضي في اي نادي وممكن النادي الاهلي يمضيه ويجدد له يعني خلاص ايام قليله وهنعرف حمزه علاء مكمل في النادي الاهلي ولا مش مكمل في النادي الاهلي كمان نروح لعضو جديد في الجهاز الطبي للنادي الاهلي انضم الدكتور علاء مامون الى الجهاز الطبي في الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، طبعا لغايه دلوقتي طبعا يعني الناس نفسها في النادي الاهلي وكجمهور ان هم يشوفوا اشرف داري اشرف داري اللي كان جاي بديل لمحمد عبد المنعم يعني نفسهم الراجل اشرف داري بيلعب منتخب المغرب وهو جاي اساسا عشان يلعب اساسي جنب رامي ربيعه بقى جنب ياسر ابراهيم لدرجه ان ابتدى الناس تتكلم يوسف ايمن طبعا هيرجع في يناير مش هيكمل مع النادي الاهلي ففي كلام ان هم عايزين مصطفى العش في كلام ان هم عايزين محمد احمد ربيعه وأعلن النادي سموحه ان فيش حد تفاوض معاه ولا طلب ان محمد احمد ربيعه يجي يعني هو كلام برضو شغله وكلاء لاعبين ونادي سموحه نفسه يبيع محمد احمد ربيعه من الاخر يعني يعني نفسه يبيع محمد احمد ربيعه باي طريقه يعني. عشان يكسب من وراه فلوس في التوقيت ده خصوصا ان هو يعني حسام عمل لهم كنز يعني، حسام حسن لمعه وبيلعب اساسي وبتاع، ففي شهر ثلاثه اللي جاي ممكن ما يلعبش اساسي. مع عوده المصابين، مع ما ما ما، فبالتالي هو ده التوقيت اللي يقدر يبيع فيه محمد احمد ربيعه لاي نادي يشتريه في مرحله يناير يعني. أه طيب كمان في كلام ان في مكافئات خاصه هتكون للنادي الاهلي في حاله الفوز على بطل امريكا الجنوبيه او امريكا الشماليه اللي هيتقابل مع واحد فيهم في يوم 14. ونتمنى على فكره النادي الاهلي على فكره انا اتفرجت على ماتشات الفرق البرازيليه وفريق المكسيكي فريق عادي يعني فرق عاديه يعني النادي الاهلي يعني مش اللي هو فرق تخوف يعني فرق عاديه وكرة البرازيل على فكرة ما بقاش فيها مواهب زي زمان حتى المنتخب البرازيلي ما بقاش زي زمان وعلى مستوى العالم كمان بقاش فيه مواهب تخض يعني ما فيش ميسي ما فيش ما فيش نيمار عادي يعني مواهب عادية وشفنا النادي الأهلي في كأس العالم الأندية ما كان بيلعب فرقة من البرازيل يعني كان متفوق بصورة كبيرة جدا إلى أن يعني خسر المباراة بعد ما اضاع فرص كتيره جدا كان قادر من خلال انه يفوز وقبل كده كمان نادي الاهلي فاز على بطل امريكا الجنوبيه اعتقد بضربات الجزاء الترجيحية كان بالميراث طيب دي كانت أخبارنا آه. كمان زمالك قرر أنه يلجأ للمحكمة الكاس أو المحكمة الفيدرالية ده آخر خطوة عشان باتشيكو المدير الفني مش راضي يقسط خالص وعايز ال 819 ألف دولار كاش وحاولوا ان هم يجدولوا معاه مش راضي خالص فلوس حلوه بقى فنادي الزمالك خلاص يعني هيلجأ للمحكمة دي وهي فيها شيء إيجابي وشيء سلبي، الإيجابي إن هو هيفتح باب القيد في يناير ومش هيدفع دلوقتي لغاية ما يجي حكم بس لو جه حكم على الزمالك هيضطر يدفع الفلوس زيادة، هيكون في متأخرات وفوايد فهيدفع فلوس زيادة، فهو عايز يأخر أما حاجة يفتح في يناير ويجيب لعيبة ويستفيد بدل ما يدي الفلوس لباتشيكو يجيب بيهم لعيبة ويقال يعني معلومات يعني إن نادي الزمالك بنسبة كبيرة قد يعني يلجأ للاعب أجنبي من طراز فريد دي المعلومات اللي عندي وأن اللاعب قد يكون مفاجأة لجمهور نادي الزمالك فيما هو قادم بإذن واحد أحد طيب وطبعا كالعاده قلنا خبر ده 100 مره موضوع ايجاريا اللي هو انجليزي من اصل نيجيري اللي متمسك بيه مستر جومز يعني هو مقتنع بيه بس انا بصراحه بيني وبينك انا معرفش يعني ده ده اسمه هزار في كره القدم وفلس يعني يعني ايه واحد بقاله اكتر من سنه ما بيلعبش في نادي؟ وواحد مش جاهز بدنيا في واحد عشان كان بيمرنه من ثلاث سنين فهو بيحبه قوي شايفه لعيب قوي بس هو من ثلاث سنين الكلام ده مستر جوميز النهارده اللعيب ده ولا نادي راح اشتراه يعني طب يعني لو هو جامد قوي كده وهو يعني عنده العزيمه والاراده وكده طب ما بيعملش فتره اعداد لنفسه ليه ما بيوقفش على رجليه ليه ليه اما جه يناير اللي فات ما لنادي ليه اما جه الصيف اللي فات ما انضمش لنادي يعني ليه اما الزمالك رفض لغايه دلوقتي ما فيش نادي لانه لاعب حر فممكن ينضم لاي نادي في اي مكان لأنه لاعب حر ليه مش راضي ينضم للنادي انا محدش فاهم حاجه وتصميم مستر يمكن الراجل يعمل من الفسيخ شربات يعني يعني انا مش عايز اقول ان اللاعب فسيخ يعني لا انا عايز ان هو لاعب دلوقتي بعيد تماما عن كره القدم لاكثر من سنه والزمالك عشان يجيب لاعب في يناير لازم يجيب لاعب جاهز طيب تعال نروح بقى لخبر مهم جدا النهارده على فكره الذكرى ال25 على وفاه والدي الله يرحمه مستشار عبد الحميد الغندور محمود عبد الحميد الغندور ف ذكرى بتبقى صعبه عليا شويه ان والدي جزء كبير من حياتي واللي خلاني لعيب كوره يعني والدي كمان كان راجل اهلاوي جامد جدا وكان بيروح الماتشات النادي الاهلي وبياخدني معاه وانا عندي سبع ثمان سنين يعني الله يرحمه يعني فالنهارده فوجئت من امبارح والنهارده ان النادي الاهلي عامل احتفاليه كبرى وعامل بقاله اسبوع بيعمل احتفاليه على قناه النادي الاهلي في وجود اعلامي كبير زي كابتن احمد شوبير وكل صفحات النادي الاهلي عامله احتفاليه كبرى بسبب الذكرى الرابعه للفوز والانتصار على نادي الزمالك. فطبعا ما بقتش فاهم يعني النادي الاهلي من حقه طبعا انه يفرح بس ما اعتقدش ده بيحصل في اي حته في العالم يعني ان انت بتحتفل ببطولة وانتصار وانت نفس البطولة دي جبتها مرتين يعني بعد فوز الأهلي على نادي الزمالك استطاع النادي الأهلي أن يفوز على الوداد في الوداد وكانت مباراة ذهاب وإياب ثم الفوز على الترجي في مصر في مباراة ذهاب وإياب ورغم كده لا يهتم النادي الأهلي بمثلا ذكرى مباراة الوداد يعني أو احتفالية في قناة النادي الأهلي اللي على مدار ال 12 بطولة النادي الأهلي يرى ولعبته وإعلاميه والصحفيين المنتمين ومسؤوليه أن كل ال 12 بطولة اللي فاتوا أو ال 11 بطولة اللي فاتوا الأهم بالنسبة لهم هو الانتصار على الزمالك فده يا جماعة يدل على فكرة إيه قد إيه قيمة نادي الزمالك ده يعني تخيل النادي الاهلي هذا النادي الكبير العريق عندما يحتفل لمده اربع سنوات متتاليه ويحيي ذكرى هذا الانتصار فده يدل على قيمه الزمالك ومكانته وان النادي الاهلي يرى ان نادي الزمالك ده في حته تانية خالص وان الوداد والترجي وكل الفرق اللي كسبها ملهاش قيمه بجنب انتصاره على الزمالك فيرجع برضه السؤال ويسأل عندما فاز الزمالك من شهرين برضه بالظبط لأنه كان يوم 27 تسعة الزمالك عدى على ذكرى فوزه بالسوبر الأفريقي شهرين وعندي معلومة مهمة كمان أحب أقولها لجمهور الزمالك أن مجلس الإدارة وقناة نادي الزمالك قررت أنها تحتفل بالفوز بسوبر القرن يوم 27 تسعة القادم وهيكون في احتفاليه كبرى للانتصار التاريخي اللي حصل من قبل نادي ال نادي الزمالك على النادي الاهلي وقد يكون ضيف الحلقه ناصر الاسطوره او ناصر هاج ناصر ماج زي ما يعني أفشى هو القاضيه ودي حلاوه كره القدم على فكره والله العظيم يعني وده يدل يا جماعه ان جمهور أهلي عامل قيمه كبيره جدا لجمهور الزمالك ولاعيبه الزمالك وما تيجي تسمع لعيبه النادي الاهلي وهما بيتكلموا على هذا الانتصار واحد يقول لك يا نهار ابيض ده نقطه تحول في حياتنا ده احنا كان الجيل ده هينتهي انتهي ليه عشان اتغلبت من الزمالك واحد تاني يقول لك ده اهم جون في حياتي انا عمري ما ده ده اهم تاريخ في حياتي ف وبعد كده يبتدي الموضوع يروح لفكره ان ان الماتش كانه بيتلعب النهارده وحسين الشحات يعتذر ويقول لك انا النهارده انا اسف ان انا جبت الكره في العارضه فمفروض بقى زيزو يطلع يقول لك انا اسف ان انا جبت الكره في العارضه يعني الموضوع خد سياق سوشيال ميديا وخد سياق ان الاثنين بيغيظوا بعض وخد سياق قيمه الفرقتين يعني شوفوا فوز الزمالك بالبطوله كان ايه ردود الافعال لبعض الاعلاميين وبعض المنتمين للنادي الاهلي قالك ايه يا عم انتوا بقالكوا 10 ايام بتفرحوا بالفوز على النادي الاهلي عشان تعرفوا ان النادي الاهلي كبير فيرد عليهم الزمالكاوي يقول لهم انتوا بقالكوا اربع سنين بتفرحوا عشان الفوز على الزمالك ده انت الاهلي الكبير ف... فهنا هنا اللي انا عايز اقول لكم ايه ان الزمالك لما فاز وان كنت موجود انا ساعتها في جوهانسبرج وكانت مباراه السوبر الافريقي كانت مباراه ايضا تلقب بالقاضيه لان احرز الهدف في الدقيقه اعتقد 86 كان احرزه كابتن ايمن منصور واطلق عليه ايمن السوبر فتخيلوا بقى في ايمن السوبر ومجدي القاضيه وناصر هاج ناصر ماج ناصر الاسطوره يعني شوفوا قيمه الفرق يعني عمرك ما هتلاقي مثلا يعني كان هزار من جمهور الزمالك ما اضرب يا بدري يعني عشان بدري جاب جون في في الترجي واحد تاني مثلا يقول لك ايه المترجي ما حاجه كده فاهم قصدي يجي الناحيه يجي مثلا سان داونز اما كسب الزمالك في 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 الدور ال 16 فموسيماني ده القاهر الزمالك كله بيغيظ بعض وكله بيدل على قيمه الاهلي وقيمه الزمالك وكل ما واحد بيحاول ان يقلل من التاني يقلل من التاني بيبان انه هو مش عارف يقلل يعني اما اما تيجي انت بنفسك تقول انتوا لكم 10 ايام بتفرحوا ده احنا لو خدنا بطول عمرنا ما هنفرح اكتر من ثلاث ايام وبنسك على نفسنا وبندور على البطوله اللي بعديها يجي بعديها بثواني الاهلي يعمل احتفاليه لمده اسبوع فاكر في الصعيد زمان كان يقولك الفرح لمده ثلاث ايام يعني فاهم يعمل فرح فرح يعني النهارده بتحتفل وبقيت تعملها ذكرى يعني مثلا واحد بيجي فيه ذكرى جوازه ذكرى عيد ميلاده ذكرى مثلا أ أ أ أ أ أ عيد ميلاد مراته، عيد ميلاد ابنه، لا دا من ضمن الذكريات المهمه في تاريخ النادي الاهلي هو الفوز على الزمالك، ومن ضمن الذكريات المهمه في تاريخ نادي الزمالك هو الفوز على النادي الاهلي، واعتقد النادي الاهلي زي ما قلت لكم الاهلي النهارده بيعمل احتفاليه في وجود طبعا الاعلامي الكبير كابتن احمد شوبير، النهارده بعد كده الزمالك هيعمل احتفاليه بعد مرور سنه للفوز في السوبر أفريقي وبعد كده هتلاقي كل واحد بيحاول يقلل من بطوله التاني قولا واحدا الاهلي عندما فاز على الزمالك دي بطوله كبرى ودوري ابطال افريقيا ومؤهل لكاس العالم للانديه هيرد عليه الزمالك يقولك انت 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 كنت عمال تتكلم وتقول دي مباراه واحده مباراه واحده ده انت في ماتش مثلا الوداد هناك كنت زعلان انها مباراه واحده فده انت كسبتني مباراه ذهاب بس يعني مباراة واحدة دوري ابطال افريقيا من المفترض انها تكون مباراة رايح جاي وكمان المباراة دي كانت في كورونا وبدون جماهير وكمان في كان فيها غياب لبعض اللاعبين بسبب كورونا وتغيير بعض الحكام سواء على الفار رضوان جيد وكذا 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 ده جمهور الزمالك بيرد كده فيرد النادي الاهلي انت كسبتني في, في في السوبر أفريقيا كسبتني ازاي؟ انت كسبتني مباراة وما كسبتنيش كمان ده المباراه حسب التعادل انت كسبت بضربات الجزاء الترجيحيه فيرد الزمالكاوي يقول لك ما يعني ايه ما هو في الاخر انا خدت منك بطوله لا 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 دي بطوله بمباراه واحده طب ما انت خدت نهائي دوري الابطال مباراه واحده ازاي يعني مباراه واحده هو مش في دوري مجموعات ودور الثمانيه ودور قبل النهائي ودور النهائي عشان اوصل للنهائي وبعد كده اكسبك انت انت ايه ما بتفهمش ازاي يعني مباراه واحده فيرد الزمالكاوي يقول لك هو انا هلعب السوبر الافريقي من غير ما اكون لعبت بطوله كامله ولعبت دور ال 32 او ال 64 ورحت الدور ال 16 ودور ال 8 ودور الاربعه وكسبت المباراه النهائيه عشان العب السوبر الافريقي خصوصا ان السوبر الافريقي مش زي السوبر المصري ما فيهوش كارت ذهبي عشان الزمالك يشترك ما فيهوش رابطه انديه ما فيهوش ان انت تكون بطل دوري وبطل كاس والثاني اللي يشترك او الثالث اللي يشترك لازم عشان تكون بطل السوبر الافريقي تلعب فيجي يقول لك برضه جمهور النادي الاهلي يروح راضد يقول لك يا عم انت بطل الكونفدراليه دي بطل كنت بتلعب ابو سليم الليبي وكنت بتلعب دريم الغاني فرق مش على مستوى القاره مش معروفه وملهاش تصنيف ف بطوله الكونفدراليه دي اي كلام فيقول لك الزمالكاوي يقول لك طب ما انا ايام اما كسبتك ايام ايمن منصور طب ما انا كنت بطل دوري الابطال وانت بطل الكؤوس يعني انت كنت انت البطوله الاضعف فيجي يقول لك لا مصطفى مراد فهمي قال ان بطولتين زي بعض فيجي الزمالكاوي يرد يقول لا في الثمانينات انت لعبت افرو اسيوي والزمالك لعب افرو اسيوي وكان بيمثل القاره بطل افريقيا للانديه ابطال الدوري وده يدل ان البطوله دي كانت الاقوى لان كان الممثل للقاره السمراء في ذاك الوقت هو بطل ابطال الدوري وليس بطل ابطال الكؤوس هي هتقعد تيجي هنا تجيبها هنا تروح هنا هيبقى الأهل قيمه كبيره جدا والزمالك قيمه كبيره جدا والاثنين هيفضلوا يغيظوا في بعض والاتنين شايفين الانتصار على بعض انتصار تاريخي، والزمالك يقعد يقول لك أنا سيد أسياد أفريقيا السنة دي 2024 عشان 20 خدت بطولتين، وهيجي يقول على مدار التاريخ أنا كسبتك بطولتين سوبر أفريقي وأنت كسبتني بطولة دوري الأبطال، هيفضل على مدار التاريخ يقولك دوري الأبطال أهم من اتنين السوبر أفريقي. ودي هي حلاوة كرة القدم. بس إيه؟ بحدود. إفرح. بصت بفرقتك بصت بانتصارك النهارده تفرح وتحتفل بعد عشر شهور الزمالك هيفرح ويحتفل والله اعلم يمكن اخر السنه دي نلاقي سوبر افريقي جديد وسوبر قرن افريقي جديد وهيفضل او يفضل في التاريخ قولا واحدا في التاريخ ايمن منصور مجدي قفشه والقاضيه ناصر هاج ناصر ماج نطلع لفاصل ونبتدي حلقتنا وضيوفنا الكرام في قضيه مهمه جدا وهي قضيه تسنين اللاعبين امبي ظالم ام مظلوم مع الكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين في نادي امبي مع الكابتن احمد سمير بيبو لاعب النادي الاهلي السابق والمدير الفني لقطاع الناشئين في نادي امبي ولكن بعد الفاصل <applause> الف مبروك للنادي المصري والف مبروك لبورسعيد كلها والف مبروك لشعب بورسعيد والنادي بورسعيد انا شايف ان الفريق جميل وكان بينافس فريق جميل واللي اجمل منها ان ظهرت روح الرياضه في شكل اللعبه من اول ماتش لاخره الحمد لله الحمد لله شكرا ماتش جميل ويعني الحمد لله عملنا اللي علينا واهم حاجه الثلاث نقط الماتش يعني اعتبر متوسط بس اهم حاجه النتيجه يعني بدايه كويسه واتمنى نستمر اهم حاجه النتيجه في الاخر من الصغر كالنقش على الحجر، مقولة تنطبق على شتى مجالات الحياة فيبقى ما تعلمه الصغار راسخا في عقولهم وأفكارهم وقلوبهم على مدار الحياه، وبما فيها بالطبع تعلم أساسيات كرة القدم للاعبين الأجبال والناشئين، ويعد قطاع الناشئين هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل كرة القدم، فهو النواة الحقيقية لأي تطور على مستوى الساحرة المستديرة. حيث تحرص مختلف دول العالم على اعداد المواهب وصناعه اجيال قادره على تحقيق طموحات الجماهير ورفع رايه المنتخبات في المحافل الدوليه وازدهرت عده منتخبات على مستوى العالم واستعادت مكانتها المرموقه من خلال تطوير قطاعات الناشئين على مستوى الانديه وافراز مواهب صغيره قادره على العطاء لسنوات عديده قادمه وشهدت كرة القدم طفرة كبيرة على مستوى قطاعات الناشئين والشباب خلال الفترة الماضية والتي جنت مصر ثمارها بتأهل منتخبي الناشئين والشباب معا إلى كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ عام 2011 ومن قبلهما التأهل التاريخي لمنتخبنا الأولمبي إلى نصف نهائي دورة باريس 2024 والتواجد ضمن المربع الذهبي مع الكبار وعلى الرغم من بعض الأزمات التي تعرض لها منتخبات الشباب والناشئين في الشهور الماضية إلا أن شخصية شباب وناشئي الفراعنة كان لها الحسم ببلوغ أمم أفريقيا للمرحلتين العمريتين عن جدارة وتأهل منتخب الشباب إلى أمم أفريقيا تحت قيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي بعد الفوز على المنتخب التونسي في ختام منافسات بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عام كما قاد أحمد الكاس منتخب مصر للناشئين تحت 17 عام للتأهل إلى أمم إفريقيا بعد ريمونتادا للتاريخ للفراعنة الصغار وختام التصفيات بفوز كاسح على حساب المنتخب الليبي، إنجاز يتحقق للمرة الأولى منذ 13 عام بتأهل منتخبي الشباب والناشئين للمرة الأولى سوياً لنهائيات كأس أمم إفريقيا للمرحلتين ليمثل نجوم المنتخبين شعاع الأمل لمستقبل الكره المصريه ويرجع لكم مره اخرى ورحب بضيوفي طبعا كابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين في نادي امبي يا كابتن عماد مساء الفل على حضرتك مساء الخير يا كابتن خالد وسعيد ان انا موجود معاك النهارده على فكره كابتن عماد كان من ناشئي النادي الاهلي كان مع حسام وابراهيم حسن ثم انتقل لنادي شبين ولعب في الدوري الممتاز وراح السويس ثم يعني اصبح رئيسا لقطاع الناشئين بقى في نهايه المشوار في نادي امبي واحد من اكبر الانديه واكبر القطاعات اللي بتشتغل على قطاع الناشئين في, في في مصر وفي الوطن العربي. ومعايا ومعاكم طبعا كمان احمد سمير بيبو واحد من برضه نجوم النادي الاهلي كلاعب في قطاع الناشئين والشباب وجيل كابتن سيد عبد الحفيظ زي ما قلت لكم وكان قعد اكتر من خمس سنين يعني مدير فني في في اكاديميات النادي الاهلي ثم تولى حاليا هو نائب رئيس قطاع الناشئين والمدير الفني للبراعم طبعا كابتن سامي ندى هو المدير الفني لقطاع الناشئين عشان برضه ما ندي لكل واحد حقه كابتن احمد مساء الفل عليك مساء الفل ابو كابتن وسعيد ان انا موجود مع حضرتك جدا والله الله يخليك حبيبي يا عايز ابتدي معاكم قبل ما نفتح القضيه كابتن عماد انت لعبت من كام سنه بقى كوره قول لي كنت تلعب ايه انا كنت بلعب ليبرو ليبرو اه كان فيها ليبرو كان فيها ليبرو اه, آه لعبت آه سنتين في النادي الاهلي م. وبعد كده اتنقلت النادي المقاولين العرب والمقاولين العرب خلصت فتره الناشئين وكنت في الفريق الاول مع مستر مايك ليفر وبعد كده اتنقلت لغزل شبين وبعدين جمهوريه شبين وبعدين السويس ودمياط وبعدين اتنقلت نادي امبي ختمت حياتي في ي... نادي امبي كان في بداياته اه كان في بدايات كان مدينة ايام ايام كابتن طه بصري وكده كان كابتن طه بصري كان متولي الفريق الاول واحنا كنا في قبليها بسنتين صعدنا الفريق من ثالثه لثانيه ومن ثانيه الاولى وجه كابتن طه بقى صعدهم من الاولى للدوري الممتاز واتجهت للتدريب بعديها آه بعديها على مباشره يعني في 2002 ابتدى آه قطاع الناشئين في النادي كان فرقتين اثنين بس وفي 2004 ابتدى آه بقى الموضوع يتوسع شويه وابتدينا نبدا خطواتنا في قطاع ناشئين كامل وابتدينا نشتغل من م. من تاريخه وبقى حضرتك دلوقتي رئيس قطاع الناشئين في ام بي بالله حضرتك قد ايه دي السنه الثانيه وقبلها بسنتين كنت نائب رئيس القطاع وقبليها كنت مدير اداري خدت الموضوع من خالص بدات مدرب عام م. آه وبعد كده مدرب مساعد مدرب عام وبعد كده مدير فني اشتغلت في القياده الفنيه حوالي عشر سنين متواصله اهم الفرق اللي انا مسكتها في حياتي واللي كان ليها تاثير جامد كان جيل 93 و... وجيل 96 و... وجيل 99 مم. دول من قول لي ابرز الاسامي كانت... اللي حضرتك ضربتهم أه... كابتن احمد رفعت أه... الله يرحمه أه... الله يرحمه كان لعيب كبير طبعا حاجه احمد رفعت كان كان كواليتي مختلف تماما عن اللعيبه الثانيه وكان من نفس الجيل كان صالح جمعه. طبعاً. اه طبعا. دول من اميز الناس في جيل 96 كان عبد الله جمعه وكان مجدي قفشه آه والمجموعة مجدي ضربته فتره كبيره جدا. مجدي انا اللي جبته النادي او انا اللي استقبلته في النادي اللي جابه كان آه الله يمسيه بالخير كابتن عماشة ده اليوم آه يوم النهارده اه. ده يوم القضية <applause> <applause> فجيت مر معانا ثلاث سنين ثلاث سنين متواصلة مم. كان كابتن عماشة كان مدير فني وأنا كنت المدرب العام كان جاي لك منين بقى مجدي أفشار؟ كان جاي من كان جاي من الشارع كان جاي من الاختبارات جه عنده كام سنة؟ كان جه عنده 14 سنة أوه. آه كنا بنعمل اختبارات في منطقة اسمها كومبيرة. أوه. دي بعد الجيزة في ضواحي الجيزة كده وكابتن عماشة كان اختار مم. وبدأ معانا بقى مجدي في من لعب معاكم 10 سنين تقريبا تقريبا اه هو في في سن 19 سنه طلع الفريق الاول مم. وبعدين خرج اعاره آه سنه وبعدين راح رجع النادي تاني بيقول لك خرج اعاره وما لعبش لا هو خرج اعاره وما لعبش فين؟ ما 19 سنه خرج اعاره فين؟ خرج اعاره في مطروح اه ولعب حوالي 17 مباراه في في الدور التاني لعب في درجة تانية؟ لا دوري ممتاز لما اما مطروح طلع اما مطروح تلعب دوري ممتاز اه فلعب معاهم والسنة اللي بعديها رجع النادي اول مرة الناس تعرف المعلومة دي اه لا رجع يعني يعني مجدي قفشة لعب دوري ممتاز مع مطروح اه قبل الرجاء, المطروح الرجاء يعني المطروحي الرجاء آه المطروح. قبل ما ما يلعب في النادي ورجع بعد كده السنة اللي بعديها كان الكابتن طارق العاشر كان بيتولى آه القيادة الفنية واشتغل سنتين معانا وبعد كده جاله بيراميدز ومن بيراميدز على النادي الاهلي سبحان الله كابتن احمد عايز اتعرف عليك اكتر انت انت انت, من أنت في النادي الاهلي وانت عندك كم سنه؟ انا موسم 87 يا كابتن والله وانا بلعب في النادي الاهلي في الناشئين قعدت حوالي سنه ستس... كان عندك تسع سنين اه تسع سنين قعدت المرحله 16 سنه جت فرقه 16 سنه اتلغت بطوله منطقه القاهره لا بس انا ف... مش عايزك تعدي آه. الموضوع 87 جيت اه 87 كان عندك تسع سنين آه. ده يوم ماتش اعتزال اه ماتش كابتن محمود الخطيب آه، حاي... انا فاكر 87 انا حضرت الماتش اه إيه 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 الماتش ده انت فعلا كابتن الخطيب آه. اختارك تقعد تنطق الكوره اه لا هو كان ماتش كان في حاجه غريبه كده قبل المباراه بيوم esta... كان تراي ماتش كان موجود في الجزيره طبعا ف... فانا كنت لابس ترنج مختلف لان انا كنت من طنطا فوالدي رحمه الله عليه يعني كان ما لحقتش اغير موضوع الترنج اللي هو احنا مستلمينه وكده فكنت لابس لبس مختلف شويه فكان الفريق الاول عاملين زي التقسيمه اللي هتتعمل كان كابتن محمود خطيب فخلص وطلعوا بقى خلاص ياخد دوش بتاعه الشاور بتاعه مم. فاحنا بنعمل العرض اللي هنعمله الكابتن كان نكتب كلمه بيبو ورقم هو ده هو ده وانت صغيرة يا كابتن؟ اه بس ده مش اعتزال كابتن ده انا وكابتن محمود الخطيب دي طبعا وشرف ليا ان انا وقفت مع الاسطوره الكبيره كابتن دي جامدة قوي دي ده يعني تفضل في ذكراك على طول اه طبعا طبعا يعني آه حاجه في يعني عمري ما انسى الموقف ده ده في ماتش اعتزال كابتن اكرامي ده آه انا وكابتن محمود الخطيب بقى كان بعد اعتزال كابتن محمود الخطيب بسنتين آه او بسنه بالظبط موسم بالظبط 88 يعني اه اه لا أو أعت... كابتن اكرامي لا كابتن اكرامي اعتقد 89 89 لانه لعب ماتش آه الزمالك 89 وبعد تسعة كده اعتزل ما انا بقول لك 89 فهو بعد الماتش اعتزاله بقى هو نادى عليا في الوقت ده قال لي يا احمد تعالى فطبعا دي كانت حاجه في تاريخي لان آه كابتن محمود خطيب اسطوره وعمري ما انسى اللحظه دي ولا انسى اللقطه دي بقول لك ايه ده انت كان عندك هنا حوالي 11 سنه اه اه بس ما كنتش سهل برضه الدقيقة كان الحمد لله <applause> والله ما كنت سهل أوه. يعني الكابتن خطيب لو شافها دي هيقعد يفتكر اه لل... لا أوه. طبعا ده شرف ليا طبعا كابتن بس منعبتش منعبتش فيه فيه ما لعبتش فريق اول يا كابتن لا ما لعبت ما انا يعني بحكي لحضرتك قصه بالظبط فجينا عند 16 سنه بالظبط حصل ان هما فرقه النادي الاهلي اتلغت فقال لك هندمج فرقه 16 و17 مع بعض أوه. فما كانش في دوري فرقه 16 بتاعت ال 16 فلغوا المرحله بتاعه ال 16 وال17 فقالوا لي هتروح نادي النيل ايوه طيب فاكر كابتن كان, طبعًا طبعًا كان, نادي كان الأهلي. كابتن عماشه طبعا وعلى فكره كانت سادة سيده كان في النادي النيل اه هي دي بقى هي دي هي نقطه يعني نقطه يعني حصل فيها تغيير في حياتي في لعب الكوره شويه آه. اه انا من طنطا فبسافر فسيد قعد في كابتن طبعا يعني من الناس اللي انا بحبها جدا وبعزها صديق جدا. صديق سيد طبعا يعني اخويا وعشت. انت كنت كابتن الفريق آه، بتاعه اه الفرقه دي اه انا آه. يعني انا اقدم من بسنه ونص او سنتين لان كابتن سيد جه بسنتين كابتن سيد جه ايام ماتش اعزاء الاكرامي ده في السنه دي يعني مم. فلما الفرقه اتلغت آه ما رحتش نادي النيل كان الموضوع صعب عليا ان انا اسافر واروح بقى ما بروح نادي عشان الجزيره اه فهروح نادي النيل حسيت انه مره مرتين قمت قاعد. بقى اشتغلت بقى في غزل المحله ولعبت في غزل المحله حوالي خمس مواسم او ست مواسم مع الكابتن محمد فايز لعبت سنه مع بتاعت كابتن طه بيصري وكابتن يحيى اسماعيل أه. وحصل بقى رباط صليبي بعدين رجعت بقى لعبت في طنطا وحته اسمها حافه اه ايه اللي دخلك و... بقى مجال التدريب بقى... انت وصلت ان أه. انت كنت خمس سنين في اكاديميات لا النادي مش أهل. خمس سنين في الاكاديميه انا اشتغلت ثلاث سنين في الاكاديميه أوه. كان البدايات النادي الاهلي عملنا زي كان اكاديميه النادي الاهلي في المنصوره اكاديميه النادي الاهلي في اسكندريه فانا اشتغلت في فرع بالبيس كان برده من الناس اللي لها فضل عليا يعني كاب سيد كلمني لان هو الراجل قال لي لا يا احمد احنا بنلم اولاد النادي وبتاع فرجعت رحت الاكاديميه بتاع بالبيس دي اشتغلت فيها بقى انا واسحاق اول وسيد غريب واسامه الهجان كان أوه. دفعتك اسامه, أسامة كان لعيب حريف قوي كان اه كان لعيب حريف قوي واسامه الهجان فاشتغلنا هناك وإسحاق اول واشرف ابو زيد وكل اللعيبه القديمه بتاعه عصام علي فرحنا قعدنا بتاع ثلاث سنين هناك وكنت اول مدرب من خارج فرع مدينه نصر اروح قطاع الناشئين فروحت قطاع الناشئين مسكت المدير الفني للمهارات كان منصب جديد كان حاجه جديده للمهارات فكنت بشتغل دايما مرات بقى اشتغلت مع رمضان وناصر وتريزيجي وعبد المنعم واحمد عبد الناصر نادر و... الاجيال دي كلها اشتغلت عم معاها عم في فضل كان كل الرجاله دي اشتغلت معاها بفضل الله وبعد كده بقى مسكت في النادي الاهلي 2002 سنتين وبعدين 2003 سنه وبعدين طلعت تحت جده السعودي سنه م. وبعدين رجعت مسكت النادي الاهلي خمس سنين م. 2005 وبعدين الفتره الحلوه اللي مين, مين يا حلو. كابتن كان منور قوي كنت بتقول ان ده هيبقى ابن لذينه يعني كفرقه ولا ولا كلا المهارات, كلا المهارات في ايام ما كنت ماسك المهارات كان رمضان باين قوي وناصر باين قوي واحمد حمدي كان باين قوي آه اللي هو في الزمالك الجيل اللي بعده 2000 و 2001 عبد المنعم وعبد القادر وشكري كانوا م. منورين جدا م. الجيل اللي بعده اللي عندك بقى قطه احمد عاطف الصاوي ده برده كان من ولادي اللي معايا في فرقه 2002 اللي هو بيلعب في بيراميدز من اللعيبه الكويسه قوي كان معايا في فرقه 2002 في النادي الاهلي قطه اللي هو بتاع بيراميدز دلوقتي اه كان لعيب معايا كان لعيب مع الاهلي اه الحمد لله يعني انا يعني م. من الناس كان قطه ماشي وانا رجعته تاني بفضل الله يعني من اللعيبه الكويسه قوي بفضل الله يعني. تمام كابتن وانت اللعيبه المنوره كانت معاك آه آه صالح جمعه كان صالح كان وعبد الله و... واحمد رفعت وشامي واحمد رفعت الله يرحمه محمد الشامي اه محمد الشامي بتاع المصري بتاع المصري اه لسه جايب جون في الزمالك اه جل. محمد الشامي برضه كان ناشئين ايه كان واضح اه كان برضه كان فتره كده طلع اعاره هو وعبد الله جمعه للنادي المصري مع كابتن حسام ولما رجعوا رجعوا على الزمالك زعلت زعلت لصالح جمعه يعني بعد عن الكوره في السن ده اه طبعا صالح من احسن اللعيبه اللي من جيل 93 او, أو الفتره دي آه، وكان المفروض ان هو يكون يوصل مصر. لمرحله اعلى آه. من كده بكتير آه. آه، لكن ليت كل ما يتمناه المرء يدركه طيب خش في القضيه يا كابتن انا بحب دايما ابقى صريح تمام. خلاص حصل ان في تسنين لعيبه المنتخب راحوا عملوا رزغ الايد ده فحصل ان في لعيبه من امبي مش عارف لاعب من الزمالك مش عارف لاعب مش, مش عايز اذكر سموحه اعتقد أسموحة وحاجه زي كده اللعيبه فاكتشف ان في لعيبه يعني فوق السن لان الرزغ بتاع يعني. فطلع كابتن بدر رجب رئيس قطاع المدير الفني في قطاع الناشئين يعني اتهمكم ان انتم يعني بتزوروا كابتن اسامه حسني على الهوا قال الكلام نفس الكلام وكده فعايز اعرف الحقيقه فين لان الموضوع ده شائك جدا ونادي امبي بيتهم ان هو يجيب لعيبه مسننه او مزوره كلام كبير لان دي امبي يعتبر من يعني لو احنا بنتكلم على زمالك واهلي قد يكون امبي تفوق في بعض الاحيان واحيان كثيرة على الزمالك الحمد لله, لله. بص كابتن هو البدايه تبدا من الاجراءات بتاعه القيد اجراءات القيد كانت ماشيه طبيعي جدا خالص لحد ثلاث سنين فاتوا اتحاد الكوره اصدر قرار ان مفيش لعيب يقيد في مراحل سنيه معينه الا بعد عمل الاشعه بتاعه الاسوره تمام تمام وكان البدايات للمجموعه دي كان جيل 2007 اول ناس طب عليهم الكلام ده مم. احنا بنبعت قائمتنا للاتحاد قائمه لا تعتمد من الاتحاد الا بعد عمل الاشعه تمام الاشعه دي مين اللي بيحددها الاشعه دي الاتحاد بيحدد المركز اللي تتعمل فيه الاشعه في وجود مندوب من الاتحاد او المنطقه عشان مم. يتعرف على اللعيبه ولعبتنا بتروح مم. التقرير نفسه اللي بيطلع من المركز احنا ما بناخدش صوره منه بيتبعت مباشره للاتحاد للاتحاد او للمنطقه تمام تمام كده فاحنا فوجئنا عملنا في 2007 ما عندناش أدنى مشكله جينا في 2008 آه الاتحاد رد علينا بعت لنا الكرنيهات ما عدا كارنيه اللاعب عبد الرحمن اسكندريه تمام اللي هو عبد الرحمن احمد مصير اللي هو كان في 2008 تمام آه. فلما بعتوا كان عبد الرحمن بقاله أكتر من خمس سنين في النادي البراعم فبعتنا قلنا ان اللعيب ده في سنه 20 اتصاب في ايديه كسر واتعمل له عمليه بعتنا الاشاعات وبعتنا تقرير المستشفى وبعتنا كل حاجه آه. فما كان من الدكتور محمد العيله ان هو حول الولد ليعمل اشعه السنان آه. آه والتركيز هنا على اشعه السنان كابتن خالد ان ما ينفعش الاشعه تتعمل على الايد اليمنى. قولا واحدا. عشان هي المستخدمه طول الوقت. بالظبط كده. آه آه الى جانب ان ده قرارات الـ الـ الاتحاد الدولي. بالظبط. آه آه رد علينا آه كابتن وليد العطار بعت لنا جواب رسمي ان اللاعب بعد عمل اشعه السنان اتضح ان اللاعب سليم. مم. ونلعب سنه مطابق للمرحلة السنية اللي مقيد فيها تمام الكلام ده كان يوم 13/10 22 تمام تمام كده والولد آه. لعب آه. اه لما حصل تجمعات المنتخب الولد طبيعي بيلعب وما فيش مشاكل مم. في الفترة الأخيرة لما عملوا الأشعة اتعملت الأشعة في مركز واثنين وثلاثة مم. فكل مركز كان بيدي نسبة مختلفة يعني آه آه 16 و5 16 و7 17 وشهرين فجالنا جواب من الاتحاد ان قبل ما جالنا الجواب كان حصل مباراه الاهلي وانبي وعشان الناس آه. تفهم بس 16 وخمس شهور يعني آه. 16 و7 شهور او 17 وكم شهر كذا شهر ان هو سنه الحقيقي تمام كده مم. آه. آه. لعبنا ماتش النادي الاهلي مم. والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا النادي الاهلي 2-1 كان فين في, في الاهلي في, الأهل ولا... في النادي الاهلي في النادي الاهلي اه فوجئنا آه آه بعد كده كله بيشاور على لعيبه معينه وان ام بي تزوير وام بي يعني انت بعد ما كسبتوا جابت... النادي الاهلي اه النادي الاهلي راح مشتكيكوا صح كده تمام يعني الكابتن بدر رجب او او المسؤولين عن الفريق تمام تمام آه والجواب والاتحاد اصدر آه بعت لنا جواب بان اللعيب عبد الرحمن احمد نصير سن مش مطابق للمرحلة السنية دي ويلعب في المرحلة اللي بعد كده م. زي ما التزمنا بالجواب الأولاني أن الولد يلعب م. التزمنا بالجواب الثاني ان احنا منعنا الولد انه يلعب تمام بس منعنا الولد اللي انه يلعب وموقفناش وقفناش نتفرج آه. احنا حولنا الولد للطب الشرعي مفيش بعد الطب الشرعي كلام الطب الشرعي الطب الشرعي آه. لان والده اولا والده مستشار آه. والدته محاميه آه. ف... هم كانوا في طريقهم وهم والولد كمان في مدارس فرنساوي في مدارس يعني مفيش مجال ان هو يتزور يعني والده مستشار آه والدته محاميه والولد في مدارس فرنساوي يعني مش معقوله هيقعدوا ثلاث سنين ما يأيدوهوش مثلا تمام آه الموضوع اثار غضب اهله آه من حقهم ان هم يدافعوا على ابنهم يعني انهم مش مزور هم عارفين اتولد امتى آه وهم كانوا في طريقهم فعلا آه لرفع قضيه فعلا عن اي حد جاب سيرتهم بدون ذكر اسماء تمام استاذ ايمن الشريعي تواصل ده جواب الطب الشرعي اهو ده جواب الطب الشرعي اثبت ايه بقى الطب الشرعي؟ اثبت ان اللاعب سنه لا يتعدى ال 17 سنه الجواب جاي كده الطب الشرعي الصغر. ده بيكشف على ايه بقى؟ الطب الشرعي ده ما بيكشفش على الرسخ اه الطب الشرعي ده بياخد عينه آه. من الكوع من عظمه الحوض آه. من كذا حته في الجسم عشان يحدد على اساسها العظم ده عمره قد ايه تمام وجالنا الجواب ان الولد سنه لا يتعدى 17 سنه تمام احنا بدورنا هنبعت الجواب ده للاتحاد ايوه عشان الاتحاد يرجع الحقوق لاصحابها، احنا مش في نزال مع اي حد آه. اطلاقا آه. احنا اول ناس هنشاور على لعيب سواء مسنن او مزور وهنقف الى جانب <applause> الاتحاد في اي اجراء ياخده تمام كابتن احمد رايك بقى في اللي بيحصل ده دلوقتي وهل فعلا ممكن يكون في لعيبه مظلومه؟ طبعا يا كابتن وانديه يعني لا طبعا يا كابتن انا انا الموضوع بالنسبه لي يعني اللي بي انتوا نفسكم على فكره انا فاكر اشتكيتوا وكنتوا عايزين تاخدوا البطوله السنه اللي فاتت ان المصري كان مزور لعيب وكان متأيد غلط فاكر وبتاع وبعد كده الحاج عامل حسين رد عليك وقال لك لا الولد سليم والاهلي خد البطوله تقريبا ده حصل فعلا كان في لعيب في نادي المصري وورقه موجود ان هو مزور وقلنا وطلعنا حتى في بعض مزور مش مسنن لا ده مزو... ده ده قضيه تزوير رسمي ده ده الولد يعني مش عايز اقول لك ده مش عايز اقول لك ده يعني ده الموضوع ده اتحبس بعد كده كمان يعني بتتكلم جد اه والله والحاج عامر حسين قال لك لا يعني, ما يعني هم بقى خلاص بعد ما خلاص الب... يعني البطوله م... يعني مشكله يا كابتن خالد حته النفسيه بالنسبه للولاد يعني انا عايز اقول لك موضوع ال 2008 ده بالذات اثر بشكل سلبي جدا على اداء المنتخب في الماتش الاولاني هو المشكله ما كانتش عند الولدين المشكله عندنا في ولدين هو بيتكلم في ولد اسمه عبد الرحمن اسكندريه وفي ولد اسمه عمر فولتا ده عندكم برضه الاثنين دول ما سافروش اه عمر فولتا ده انا بس عايز اوضح لحضرتك ان هو من ضمن الناس اللي السوشيال ميديا مسكته بعد ماتش الاهلي خلصت عليه فانا يعني بتكلم بعد ما كسبته الاهلي يعني اه بعد المباراه على طول حطوا صوره بقى السوشيال ميديا انا انا اعتقد كابتن اسامه حسني نزل صورهم على الهوا. هي اه هي هي يعني قناه النادي الاهلي نزلت صورتين للولاد وكابتن اسامه ايه يعني ايه قال الولدين دول يعني كبار ممكن يكونوا كبار في السن ممكن يكونوا وده طبعا اثر عليهم نفسيا انا بتكلم بقى مش بتكلم برده انا بتكلم على السوشيال ميديا بعد كده الولدين كميه التريقه وكميه الحاجات بقى مش ممكن مش ممكن يعني شكل الولد قدام اسرته وشكل الولد في المدرسه شكل الولد في الكليه شكل الولد قدام أصحابه شكل الولد ان هو بقى, بقى مسنن بقى ومزور بقى الموضوع صعب جدا وانت بقى عندك بقى هنا في يعني في في بلدنا ما شاء الله يعني ما بيصدقوا يروحوا للحاجات دي. لا بي مزور، إم بي مزور، انا انا حتى ماسك مدير قطاع البراعم، عندي الاولاد الصغيرين بنروح نلعب في اماكن، لما بنكسب دلوقتي لا ده انتوا بتكسبوا تزوير وتسنين، لا الولد اللي انا بقولك عليه عمر فولتا ده، ده ما ولا تجمع منتخب. يعني ما طلع اسمه في كشف ان هو موجود من ضمن الثلاث لعيبه الثمان لعيبه اللي هم قالوا ما سافروش المنتخب هو اساسا مش المنتخب آه. هو ما راحش خالص آه. هو ما راحش والولد موجود في نادي انبي يعني كنت ايامها في النادي الاهلي بس شفت صور وشفت كل حاجه والولد من هو ست سنين وسبع سنين متربي في اكاديميه نادي وله اخ توأم معاه شغال معاه قصه عبد الرحمن اسكندريه له اخ توأم توأم يعني انت بتؤكد ان هما سليم سليم مليون في المية وكل الناس عارفه ان هما سلام وفي ناس بقى اللي هما جوه مجال جوه جوه المجال في مجال 2008 كل اللعيبه اللي جوه نادي بي وبره نادي بي عارفه ان الولاد دي سليمه موضوع عبد الرحمن اسكندريه ده موضوع العمليه اللي في ايده هي مبينه للناس ان هو عنده حاجه العظم بيكتمل لما العمليه بيحصل التئام للعظم فبيحصل نمو بدري للعظم صحيح. فمبينه ان في مشكله فلما بيحصل المشكله دي مبينه للاشعه انك تطلعها لك بقى 17 و3 شهور 17 الا شهر 17 الا شهرين كان عمل على الايد الثانيه فهنا بقى يا كابتن النصر زي ما بقول لحضرتك <applause> احنا يعني يعني ما بنسكتش فروحنا للطب الشرعي عشان نشوف المشكله دي فين فاثبت ان الولد لان انت لان انت عندك يقين ان والده راجل مستشار ووالدته محاميه والولد في مدارس فرنساوي يعني متاخد في سن معين المدارس دي بتاخد بسن معين لا هو, هو مش ده اليقين يا كابتن خالد آه. هو اليقين لكن الاكبر أهله يعني. لا اليقين الاكبر م. ان احنا ما عندناش استعداد ان احنا ندلس على لعيب لان كل التجارب اثبتت ان ما فيش لعيب ولا مسنن ولا مزمر ليه استمراريه في الكوره امم ولا انت مش صح موافقك ان هو بيبقى استمراريه بسيطه لكن لما بيطلع فريق اول بيبان بالظبط اه فاحنا بالنسبه لنا اثبات حق اولادنا مش اكتر من كده دون الدخول في اي محاضرات مع حد لا وهي برضه آه نوع من تسويق سمعه النادي بالظبط كده آه فهو ده كان الهدف الاساسي ان احنا نمشي ورا الموضوع عشان نشوف الولد سليم ولا لا ما عندناش ادنى مشكله ان الولد يتوقف لو هو مش سليم ان الولد يتشطب لو هو مش سليم ما عندناش ادنى آه مشكله آه احنا مشكلتنا الاساسيه في اظهار الحقيقه آه واحنا قلنا الكلام ده احنا مع اي حد ومع اي نادي يثبت ان في تزوير احنا نفسينا هنقدم الورق للاتحاد وهنقدم البني ادم للاتحاد وهم اللي يعملوا صحيح والله يا كابتن خالد انا عايز اقول لك على حاجه احنا كنادي يعني بيجي لنا كتير جدا مم. من البراعم لحد 2005 اه انتم نادي دي على فكره يعني الناشئين يحبوا يجوا لكم يعني بعد الزمالك والاهلي مثلا ممكن ما يلاقوش فرص فيلاقوا نادي ام نادي كبير بيجي حالات اولاد احنا بعنينا واضحه وصريحه مم. في ولد تلاقي النمو عنده في طفره في النمو شويه يعني ممكن مرحله مثلا مم. 2012 مم. هو ليه الولد ليه ليه طويل طويل قوي بيبي فيس بس, بس طالع له شنب طالع له شنب صغير كده أه. ويقول لك لا ده مزور واحد تاني تلاقيه قصير ممكن يكون قصير بس عظمه انت تفهمها يا كابتن خالد أه. تعرف اللعيب المزور احنا بتوع كوره وفاهمين أه. وانت عندكم تجارب سنوات طويله عليك. لما بتجيلنا حاله وبنبقى عارفين ان هي متاكدين ان في حاجه مش طبيعيه مم. لا احنا مش مش بنسيبه بنلعبه المدرسه ونفقه. وتروحوا السجل المدني كابتن احنا كمان يعني النادي الاهلي أه. ونادي انبي هم من اكبر الانديه دلوقتي اللي هم في قطاعات الناشئين أه. في مصر بتنافس على البطولات والبطوله صحيح؟ مش هدفنا أه. يعني احنا كمان كبطولات الموضوع احنا عايزين نخرج كوادر من اللاعبين يطلعوا للفريق الاول ومدربين يطلعوا يعني الجهاز الفني اللي عندنا دلوقتي مم. يعني بص كابتن انا عايز اتفرج على البراعم يعني أه. دول سن سو... دول ممكن, سو... ممكن بعد شويه يبقى واحد واحد مين مزور <applause> <applause> بص الاجسام عامله ازاي والولاد عاملين ازاي آه آه وسنهم عامل ازاي آه فانت بتتكلم على طبيع. انت بتختار لعيب تقدر تشتغل عليه بشكل كويس عشان تصنع لعيبه كويسه تمثل الفريق بس أو. انا اقول لك حاجه احط نفسي مثلا انا عارف ان الماتشات الاخيره انت كسبتوا النادي الاهلي في ثلاث تلت... ثلاث تلت... يعني اعتقد كسبتوا 2008 و2005 لسه واحد صفر صح كده؟ اه. كاس و2009 تقريبا 2009 3 صفر 3 صفر تمام؟ ممكن يكون النادي الاهلي متضايق بس في النا في, النا في نفس الوقت برضو النادي الاهلي ما هو عنده برضو اثبات ان اللعيبه دي تم استبعادها من المنتخب فهمت قصدي؟ يعني هو برضو معذور النادي الاهلي ان هو جاله اختار ان ما تعمل عليهم اشاعات فطلع ان في مشكله هو في حقائق وما فيش حق في حاجات زي ما بقول لحضرتك يعني هم قالوا ان عمر حسام ده سبعه من المنتخب عمر حسام ده ما راحش المنتخب من الاساس يعني مش من ضمن اللعيبه اللي تم استبعادها معاك فعبد الرحمن اسكندريه اه حصل له استبعاد الاستبعاد اللي, اللي حصل له اه ولا هي هي مشكله يعني أوه. المشكله اللي عنده طب عقبال ما أه. عقبال ما اجي لك تاني اتفضل يا كابتن أه زي ما الكابتن احمد بيقول كده ان ان الاستبعاد بناءً عن إن مفيش حقائق. مم. كويس؟ مم. وده تقييم حتى امبارح كان في حديث للكابتن وليد مهدي مدير إداري للمنتخب 2008 قال لك إن مفيش ده تصريحه هو، ده الراجل المسؤول ومنوط بيه إن هو يمشي ورا الأوراق ويتابعها. إن مفيش لعيب مزور في اللي إحنا قلنا عليهم هو في تفاوت في الأعمار السنية. التفاوت في الأعمار السنية ده خلى الناس تحط الموضوع في انه تزوير وانه تسنين وانه 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 وده تصريح المدير الاداري للمنتخب ان تفاوت في الاعمار السنيه يعني تفاوت شهرين ثلاثه هل في لعيب او في بني ادم هيزور شهرين ثلاثه؟ لا انا موافقك مليون في المية انا كنت لسه عايز اتكلم في الموضوع ده يعني وبعد كده عايز اقول لك حاجه مفيش لعيب آآ آآ عنده 17 ولعيب عنده 17 واربع شهور ده اللي هيفرق طبعا. لكن في لعيب مثلا عنده 14 ولعيب عنده 16 الدنيا أو لعيب 14 دي وعنده 17 دي. لكن بدليل ان بعد كده عندك لامين يامال لعب 16 بالزبط. سنه منتخب اسبانيا يعني بالظبط كده مم. الحاجه الثانيه انا على كل المستويات انا لعيبتي موجوده في منتخب مصر يعني انت عندك كم لعيب في 2008 دلوقتي؟ احنا عندنا سبع لعيبه كانوا موجودين ضمن البطوله اللي فاتت اه السبع لعيبه اساسيين في المنتخب يعني مفيش لو ما فيش ماتش اتلعب الا في خمسه اساسيين بادئين يعني انتوا اكتر اكتر فريق طبعا مغذي المنتخب اكتر كده. من الاهلي والزمالك بالظبط كده يعني انا اعتقد في كمان لعيب اللي عندكم اللي نزل جاب جولين في تونس ده في خمس دقائق عبد العزيز الزغبي عب عبد الزغبي عب اه ف ده على مستوى 2008 اه على مستوى 2007 مع الكابتن اسامه نبيه سبعه لعيبه على رضا المنتخب سبعة لعيبة سبعة لعيبة آه في 2009 آه. المنتخب اللي هو بيتجمع دلوقتي آه. لسه ما بانش بس انا من دلوقتي بقول لحضرتك مش اقل من خمسة ستة لعيبة في منتخب الأولمبي بتاع 2005 في ثلاثة آه. لعيبة كانوا موجودين مم. في الملعب امبارح آه مهاب سامي وسيف عصام وسيف عصام ومحمد سمير أوه. محمد سمير وصيف عصام بدأوا المباراه امبارح ومهاب سامي نزل واعتقد ان مستر مكالي قال لك انه كان نقطه التحول في نزول مهاب سامي صحيح اللي هو كانت بدايه الهدف مم. من ناحيته فاذا احنا على مستوى المنتخبات كلها عندنا لعيبه وكان عندك محمد حمدي و... واحمد نادر بز... حواش و... بالظبط آه... لعيبة المميزه جدا هو. هو احنا بنتحاسب على وجود لعيبتنا في المنتخب مم. ولا بنتحاسب على ايه؟ يعني المفروض الناس تقول لنا برافو <applause> شكرا لا ده احنا الناس بتهاجمنا على ان احنا اولادنا موجودين في المنتخب <applause> دليل ان يمكن اول تصريح للكابتن وليد مهدي برضو اول ما نزل المغرب قال لك ان جميع اللاعبين اللي احنا خدناهم كلهم سلام بشهاده الاتحاد الافريقي فاذا <applause> <applause> احنا ما بنقصرش في حق اولادنا بس هي طب عبد الرحمن عبد الرحيم اسكندريه عبد الرحمن اسكندريه <applause> <applause> عبد الرحمن احمد مصير اسكندريه اه عبد الرحمن هيلعب معاكوا يعني ولا مش هيلعب معك؟ يعني ه... هيلعب, هيلعب في نفس السن ولا هيلعب في سن تاني احنا اكبر أ... أ... فهمت قصدي النهاية لازم الاتحاد يقر برضه ال... احنا ملتزمين بقرارات الاتحاد هنبعت لهم التقرير الاخير اللي وصل من الطب الشرعي أه. وعليهم ان هم يتحققوا ويدونا القرار طيب كابتن احمد معانا مهاب سامي طبعا واحد بقى من زكا مهاب ازي حضرتك يا كابتن؟ مبروك يا حبيبي امبارح وسمع وسامع ان انت كنت نقطه تحول في لقاء امبارح يعني و... ونازل واللعيبه 10 يا عيني برضو الله يكون في عونك. <applause> الله يبارك في حضرتك طبعا الحمد لله ماتش امبارح كان ماتش صعب بالذات بعد الطرد بس طبعا بنحمد ربنا اللعيبه كانت رجاله وعملوا اللي عليهم وطبعا احنا كنا يعني مركزين قوي ان احنا لازم نطلع بنتيجه ايجابيه عشان الجيل ده ما ينتهيش عشان في ناس ورانا يعني ما لهمش ذنب ان الجيل ده ينتهي والحمد لله خلنا اللي احنا عايزينه من المباراه مهاب متابع فكره اللعيبه اللي هي مسننه ولاعيبه كان زمايلك منهم عبد, عبد الرحمن اسكندريه صح؟ لا ما اعرفش بصراحه. انا يعني كنت بسمع اه بس يعني ان انا اخش في تفاصيله والكلام ده ما اعرفش مستر ميكالي فرق معاكم الاسبوعين دول؟ هو مسكوا قبل البطوله باسبوعين؟ اه مسكنا قبل البطوله ب 14 يوم هو ك هو مدرب كبير طبعا بس هو لسه ما خدش على اللعيبه بس لو في وقت اكبر يعني آه. لو ان شاء الله باذن الله قبل كاس الامم الافريقيه مم. في وقت كبير ان شاء الله هتشوفوا المنتخب ده اداء تاني امم كابتن عايز تقول له حاجه؟ اتفضل مساء الخير يا مهاب ازيك يا كابتني؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله اخبارك ايه؟ والله الحمد لله زي الفل طبعا مهاب بهنيك على الاداء الجميل آه وزي ما الكابتن خالد قال ان انت كنت نقطه تحول في الشوط الثاني في في المباراه الحمد لله والحمد لله آه مهابه كابتن خالد آه كان في المنتخب ورجع لنا قبل البطوله رجع النادي قبل البطوله ب 10 ايام كان حصل له اصابه اه فكان راجع زعلان جدا سبحان الله فقعدت معاه وقلت له هو طبعا نصيب لو ليك في نصيب ان شاء الله قبل البطوله باربع ايام استدعوه مره ثانيه آه. لما ادينا لهم تقرير ان هو قدامه خمس ايام اه قدامه خمس ايام فقالوا ممكن يعدي ماتش المغرب الاولاني ويلعب الماتش اللي بعد كده م. ورجع ثاني انت بتلعب ايه يا مهاب؟ بلعب باك ليفت انت اه لا انت انت مش سهل بقى بقول بقول لك لسه ما طلعتش فريق اول؟ لا آه لسه لسه كابتن احمد عايز تقول له حاجه؟ يا هوبا ازيك يا كابتن؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله والله شرفتنا يا حبيبي امبارح وبالتوفيق ان شاء الله وباذن الله الفتره الجايه تكون في الفريق الاول و... <applause> وتعمل حاجه كبيره كده وتمثل منتخب مصر في الفريق الاول ان شاء الله بس خلي بالك بي. عشان في باك ليفت امبارح في ماتش 2005 احنا خدنا النهائي امبارح هياخد مكانك فخلي بالك بقى ارجع بسرعه <applause> واحد واحد كلنا واحد <applause> حبيبي يا أبو حبيبي حبيبي يا كابتن طيب تمام طيب. معانا شكرا يا مهاب شكرا يا حبيبي ربنا يوفقك في مواقعك معانا سيف الدين عصام كابتن برضه ازيك سيف ازي حضرتك يا كابتن اخبارك ايه عامل ايه كله تمام مبروك يا سيف الله يبارك في حضرتك الف مليون مبروك كابتن امال اتكلموا بقى انا عايزك انتوا اللي تكلموا في الحقيقه يا كابتن إن انا مبسوط جدا 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 من سيف بيلعب يا كابتن سيف آه سيف اساسا سيردبك اه وبيلعب ساعات 6 و8 تمام آه هو امبارح آه لعب 8 وبدا الماتش ويمكن اتغير في الدقيقه 30 آه هو نفسه آه سيف آه قبل المباراه انا كنت معاه على التليفون م. و آه يعني كان عنده يقين ان هو هيبدا الماتش لكنه اما بدا ما كانش موفق هو منزل على صفحته النهارده آه هو بيعترف ان هو ما كانش موفق آه وارد في الكوره يعني أوه. فعجبني فيه صراحته مم. وصراحته لنفسه وهو حتى في يمكن كنا على تليفون مع بعض قبل ما اجي هنا آه توعد ان هو الفتره اللي جايه هيبقى سيف انت عايز تقول ايه بقى اهم حاجه ان المرحله دي عدت ورايحين انتوا بقى لكأس الامم ان شاء الله هو الحمد لله طبعا ان احنا وصلنا للمرحله دي هو احنا عملنا بطوله كويسه كلنا كتيم بس انا بس انا ما كنتش موافق في المباراه اللي فاتت بس الحمد لله يعني احنا خدنا الماتش اللي احنا عاوزينه وحتى كمان انا ما زعلتش خالص ان انا اتبدلت لان احنا بنلعب باسم مصر يعني ما فيش حاجه تضايقني انا بالنسبه لي على فكره هو لو بقص بقص مستر ميكالي ما عندوش ثقه فيك ما كانش خلاك تبدا بالظبط يعني بديل. هو يعني هو هو خلاك بدأك على ناس كتير ففكره ان انت نص ساعه لم تكن موفق ده وارد في كره القدم ده وارد اكيد طبعا اكيد انا يعني انا عارف حاجه زي كده بتحسن و... الفتره الجايه بالظبط انا شاركت مباراه الجزائر ومباراه ليبيا بديل عملت ماتشات كويسه بس لما جيت بدات انا يعني كنت اتمنى ان انا ابقى كويس بس الحمد لله انا يعني ما كنتش موفق م. بس ان شاء الله يعني اللي جاي احسن يعني أو... لعبت فريق اول يا أو ولا لسه؟ اه في الدرجة الأولى الحمد لله بيلعب فريق أول سيف من السنة اللي فاتت متصعد فريق أول ولعب آخر ماتشين هو السنة دي من أول الموسم في فترة الإعداد كلها موجود مع الفريق الأول لحد ما استدعى المنتخب هايل اه شكرا يا سيف وأتمنى لك دايما التوفيق يا حبيبي شكرا كابتن أحمد نروح لك لفكرة الموضوع ده بقى يعني أنا بسمع عنه من عشر سنين يعني أنا فاكر برضه كابتن محمد رضوان كان خد منتخب وكابتن محمد عمر كان خد منتخب ولقى مش عارف تسعة الرزغ وبتاع، أنت تحس إن الموضوع الرزغ ده ممكن يبقى فيه يعني فيه يعني في دكتور قال لي أنت ممكن تروح أسبوع تلاقيه ما التقمش تروح بعد خمس أيام تلاقيه التقم هي فكرة ظالمة شوية ولكن زي ما بقول لحضرتك كابتن والله بالنسبة لنا الموضوع ده باين وواضح، أي مدرب أو أي لعيب كورة أو اشتغلت في المهنة دي أنت بتعرف تطلع اللعيب المزور من الجارية، صحيح. من القوة العضلية، من الشوطة، من الباص، حاجة حاجة يعني, يعني أنت بتأكد إن حرام دول مصريين؟ لا طبعا يا كابتن والله يعني أنا بكلم حضرتك بمنتهى الأمانة، لا بمنتهى، وأنا أول واحد مع الكابتن عماد ومع إدارتنا بقيادة أستاذ أيمن الشريعي وكابتن محمد إسماعيل إدارة نادي إنبي، أنا مع أي نادي يعني النادي الأهلي أو نادي إنبي أو نادي الزمالك أو كل الأندية الكبيرة دي احنا نفسنا نلغي فكره التزوير والتسنين، م. احنا مش عايزين تزوير وتسنين ولا عاوزين الكلام ده خالص، م. ولكن احنا في النادي بي شغالين بشكل شويه في نوع من الاحترافيه، يعني كل واحد مركز في شغله، كل واحد مركز في عمله، الانتقاء، الاختيار، كابتن عماد، احمد سمير، كابتن سامي ندى المدير الفني عامل شغل كبير جدا كابتن مجدي عبد الجواد المسؤول عن الحراسه جميع المدربين اللي موجودين انا مش عايز انسى كابتن وليد رمضان في الاداره كل الناس دي قايمه بشغلها بشكل محترم جدا ومركزين بشكل كويس يعني انا عايز اقول حاجه بس يعني لو احنا بنتكلم اكتر نادي بيعتمد على لعيبته في الفريق الاول هو نادي امبي من 18 نادي الكل بيشتري لعيبه الكل ما بيطلعش ناشئ غير كل فين وفين اعتقد نادي امبي تقريبا 90% من القوام الاساسي لفريق نادي امبي، نادي امبي الوحيد اللي ما عندوش اجانب تقريبا. يعني صح يا كابتن؟ عنده واحد رفيق رفيق, رفيق كابتن واحد ولا رفيق. اتنين آه ولكن ما بيجيبش خمس لعيبه اجانب او بيجيب ثلاثه لعيبه تحت السن يعني آه. هو في صوره دلوقتي كانت معروضه اتمنى ان هي ترجع بس آه. صورتي مع مجموعه من اللعيبه اه فانا كنت حابب بس ان انا هجيبها لك بعد الفاصل هنطلع هنطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا يلا بينا صفر كسب 2-0 النهارده بس هو الاداء يعني مقبول غياب الجمهور طبعا والعقوبه اللي عملوها على النادي الزمالك ديت عقوبه ظلمه والاتحاد الافريقي مش عارف او الكاف عاوزين من نادي الزمالك والله الحمد لله ده اول ماتش نادي الزمالك بدايه كويسه طبعا مع غياب الجمهور لو كان في جمهور كان ممكن النتيجه تبقى افضل من كده بكتير وزي ما حضرتك زي ما قلت احنا بندافع عن اللقب بتاعنا فتوح ده لاعب عظيم لاعب كرة شفتوه النهارده كورته جميله جدا لاعب مهاري بطريقه جميله وما دخل نص الملعب فرق كتير مع نادي الزمالك مكسب جه بعد خساره في الدوري العام دي بمثابه يعني حاله معنويه للاعيبه للاعيبه الفريق الاول بنادي الزمالك هو مكسب اه مكسب معنوي بس اداء فنيا في الملعب لا نادي الزمالك مش نادي الزمالك تقرير عن الزمالك وعراء الجماهير بس كان في النص كده واحد من نجوم مصر ونجوم نادي المقاولين العرب ونجوم الجيل الذهبي المقاولين العرب واللي جاب بطوله الدوري على حساب الاهلي والزمالك <applause> كابتن جمال سالم واحد من المدافعين التاريخيين للكره المصريه والنادي المقاولين العرب. كابتن هات لي الصوره كابتن طبعا كان عايزها كابتن عماد جابر كان عايز صوره يا ريت تحطها لي يا ياسر بعد اذن حضرتك. الصوره دي كان فيها ايه بقى؟ الصوره دي خير دليل على شغلنا. اه واللي احنا بنقوله. اه اه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كبر مقتا عند الله. اه يعني اه اه ربنا سبحانه وتعالى بيقول كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اه فاحنا دي دليل على التكوين وبدايه التاسيس بالنسبه لنا. دول مجموعه من اللعيبه اللي موجودين في الدرجه الاولى كلهم من ناشئين النادي باستثناء كابتن علي فوزي لان هو حب ان هو يخش معانا في الصوره احنا بنتصور. اه الاولاد دول انا اشرفت على تمرينهم. كلهم فريق اول كلهم حاليا دلوقتي فريق ده الفريق الاول اللي بتاع ام بي ده الفريق الاول دلوقتي وضيف عليهم حوالي خمس ست اسماء كمان عدد اللعيبه اللي مقيده في الفريق الاول حاليا دلوقتي أربعة 24 لعيب من ناشئين نادي ام بي من ناشئين نادي ام بي من ناشئين نادي أمبي. وده ده النادي الوحيد في مصر بالظبط الى جانب ذلك احنا عندنا أربعة لعيبه من مواليد 2005 لوصيف عصام م. و وخالد حسن مهاب ومهاب يمكن لسه ما تصعدش لكن إهاب في الفترة اللي جاية هيكون آه. متواجد آه. إلى جانب اثنين لعيبة من مواليد 2007 بشير آه. آه جون آه. و... وعمر العزم آه. 2007 الناس دي كلها موجودة على رادار الفريق الأول تمام كابتن انت بتتعبوا يعني... في القطاع ده طبعا كابتن اني... ازاي تأسيس البرامج يعني حاجة مهمة لان يعني... دا دايما يقولك اللعيبة دي مش متأسسة اللعيبة دي متأسسة يعني بنشتغل بقصة علميه شويه اول حاجه بيبقى بالنسبه لنا الانتقاء بننتقي لعيبه على اعلى مستوى بنروح باعداد كبيره بنختار لعيبه من خارج المحافظات عشان كده احنا بنختار لعيبه كويسه يعني كابتن عماد بيلو استراتيجيه طبعا كابتن عماد ان هو بيحط لكل مدير فني مع دي اه دي صوره امبارح دي الحمد لله بطوله كاس مصر خدنا بطوله كاس مصر امبارح كنا كسب مين؟ كسبنا الاسماعيلي في النهائي كنا كسبنا كسبنا الاهلي قبل النهائي والاسماعيلي في النهائي كسبنا امبارح 2 1 ده فرقه كام مواليد كام 2005 2005 الحمد لله خدنا ده كان من غير من غير المنتخب لعيبه المنتخب آه. من غير لعيبه المنتخب آه. <applause> بمجهود كبير طبعا من الكابتن عماد جابر طبعا عامل شغل كويس لما بنيجي ننتقي لعيبه وبعد كده لما بتيجي بعد الانتقاء بتشتغل باسس علميه بقى يعني عشان انت تقوي لعيب وتخليه جامد وقوي مهم جدا تشتغل معاه على يعني اسس علميه سليمه يعني على تنميه الاداء الحركي لدى اللاعب بتشتغل في السن الصغير على الفوت وورك والكوردينيشن بشكل كويس بتشتغل على القوه بعزم الجسم بتدي للعيبة الشغل الحديث دلوقتي في لحظات الكرة لحظة الكرة مع الخصم بتعمل إيه لحظة الضغط والاستخلاص بتعمل إيه لحظة الاستحواز لحظة الفقد المرتبطة بالاستحواز بتخش في كل النواحي النفسية والذهنية والمار. فده اللي بيخليك يعني يمكن كابتن عماد أنا السنة دي قلت له كابتن عماد إيه؟ بعد إذنك أنا عندنا مواهب كتيرة قوي في البراعم إيه؟ فقال له بيبو ايه رايك نعمل الف وبي عادي جدا انا عندي توسيع قاعده ما عنديش مشكله ان احنا نطلع لعيبه لان الكورة فيها متغيرات ما فيهاش ثوابت السنة الجاية ما تعرفش مين اللي هيكمل، والسنة اللي بعديها لما الملعب بيوسع مين اللي هيكمل؟ فيعني الراجل بصراحة يعني اتعلمت منه حاجات كتير جدا كابتن عماد، وفخور ان انا شغال مع رئيس قطاع جميل وشخصية محترمة وبيسمع لكل الناس، فعشان كده نادي انبي الحمد لله في حتة تانية، وعايز اشكر بس في البراعم كابتن محمد كابتن ايهاب الدسوقي وكابتن محمد مرسي نواب قطاع البراعم اللي عاملين مجهود كبير جدا يعني. تمام، نطلع لفاصل أخير نرجع نختم حلقتنا النهاردة من استاد المحور، يلا بينا. ورجعنا لكم مره اخرى كابتن نعمت كلمه معاك. في الحقيقه بحب ان انا كلمه شكر واجبة اشكر مجلس إدارة نادي امبي برئاسه الاستاذ ايمن الشرعي على دعمهم دايما لقطاع الناشئين بشكر كابتن محمد اسماعيل مدير الكوره وقفوا جنبنا باستمرار حل كل المشاكل بشكر جميع مدربين آه قطاع الناشئين، الأجهزة الإدارية، الفنية، مش عايز أنزع حد. آه بشكر كابتن سامي ندى المدير الفني للقطاع على المجهود اللي عمله، كابتن وليد رمضان آه على الإداريات اللي عاملها، بشكر آه بلال وعصام حجازي، آه آه بشكر كل الناس، وشكر خاص آه على اتنين موجودين في حياتي آه بشكرهم إن هم موجودين في حياتي. داليا وليال دول احفادي والله العظيم ربنا يخليهم لك يا رب يا كابتن ربنا يخليهم كابتن كنت, كنت ببص على صوره كده ف فقلت لي كلمه انت قلت لي يا عمر عزب ده هيكون اعظم موهبه موجوده في مصر اه حاجه كده في 2007 اه لعيب كبير ما شاء الله حاجه لعيب اشول قلت لي لعيب كبير. كبير ما شاء الله عليه حاجه يعني فعلا اه لعيب موهوب بيلعب برجله اليمين والشمال ان شاء الله ننتظر مستقبل باهر يعني يبقى حاجه كبيره جدا في عالم كرة <applause> <applause> ان نحفظ <الله>. الاسم <applause> ده؟, ده ان شاء الله عمر عزب وحامد كمان بتاع الـ 2005 ده برده كمان ما لعبش معانا النهائي امبارح برده ده هيبقى حاجه جامده جدا يعني مش عايز انسى يعني اقول أوه. اسامي كتير القطاع الناشئين والنحاس لعيبه كتير جدا على اعلى مستوى آه ان شاء الله ينتظرهم مست... يعني مستقبل باهر ان شاء الله كابتن آه أت... عايز يعني برضو يعني جانا وكنزي بقى طالما الكابتن قال تاليا ولادك جن... ولادك <applause> اه طبعا, طبعًا, طبعًا جن... جن... بنات كمان حبايبي آه. يعني. آه. ويعني آه سعيد جدا ان انا كنت موجود مع مو حضرتك النهارده وشرفنا و... شرفنا روح. بيك النهارده كابتن خالد والله كابتن احمد سمير بيبو شكرا جزيلا ربنا يخليك حضرتك وتسمع على فكره كابتن احمد سمير سمى بيبو عشان التنطيق اللي انتم شفتوه كده كابتن بيبو وكان في ماتش اعتزاله يعني آه. وكان من نجوم نادي الاهلي السابقين يعني ربنا يكرمك كابتن نورتنا وشرفتنا شرف لي ان انا كنت موجود معاك النهارده طبعا مدير فني لقطاع البراعم ونائب رئيس قطاع الناشئين في نادي ام بي وايضا كابتن كبير كابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين في نادي ام بي هذا النادي العريق وزي ما قلت لكم الفريق الاول كله من قطاع الناشئين والشباب لنادي ام بي كابتن عماد نورتنا سعداء بيك يا كابتن خالد وسعداء بوجودنا معاك الله يخليك على الاستضافه الجميله دي شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكل مشاهدينا المحترمين بكره ان شاء الله يكون معاكم الكابتن الكبير كابتن جمال الغندور وحلقه خاصه عن التحكيم وكل الحالات التحكيميه في الاسبوع الثالث للدوري العام المصري وممكن في افريقيا كمان ويكون ضيفه الكابتن عصام عبد الفتاح تصبحوا على الف مليون خير